تفضلي. ها شرفت ست الحسن. هذا انتي؟ انتي كمان اجيتي؟ ايه هاندان خانم بعتتني، قالت لي ساعدي يا رينو بترجعي بعد ما تولد. ايه يا بعد ما تولد لكان، بعد ما تولد ما رح تحتاج غير للشيخ يصلي عليها. ايه منيح انتي نشيطة وبتفيدينا. شيداء اعطيها غرفة. تفضلي. اهلا وسهلا فيكي، نورتي. من هون طريق. شيداء اللي لوين رحت بايدك هاي السرة؟ شو كنت هربانة من البيت يعني؟ مستحيل فتون خانم، معقول هالحكي؟ بس انا كان ضل لي شوية اواعي هنيك وقلت بجيبهم لحتى استقر هون بقصر اصلان بيك. برافو عليك، خير ما عملت يا شيداء، خليك انت العائل بيناتهم. الله يخلصني من هالقصر بقى. تفضلي اختي مليكة، تفضلي. يا رين لوين؟ مو على أساس نحن رايحين على افتتاح الجمعية؟ رايحين؟ نحن مو رايحين، أنا رايحة. ما فهمت. شو اللي ما فهمتي؟ أنت ما رح تروحي ولا على محل، رح تضلي هون من هلأ لحتى تولدي وتجيبي ابنه لهارون. برات هذا البيت مالك طلعة أبدا. يلا نسينا الشغلة، رح نجيبها ونجي. ايه تمام. ايه يلا. ريان انت خليكي، انا بجيبه. انت ما رح تعرف وينه، انا رح برجع بسرعة. استنى